السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة أكلة حلوة قوي تنفع للعزومات، طبق جانبي، طبق لسان العصفور بالكبد الفراخ. طبعا ممكن تعمليها بالكبد والقوانص. انا عملت كيس لسان العصفور، حمرته بس خليته لونه ذهبي زي كده، عملت 4 طماطميات كده بشرتهم، او ممكن اضربيهم في الخلاط. عندنا 4 فصوص ثوم وقرن فلفل حار حسب الرغبة، والكبدة طبعا نقعتها في الخل والليمون وغسلتها كويس. اول حاجة حطينا الحلة على النار وحطينا فيها شوية زيت، وهنحط طبعا الكبد بعد ما غسلناها كويس قوي، هنحطها تتشوح مع الزيت كده على النار لحد لما يتغير لونها، ونفضل نقلبها كويس. طبعا انتي لو عندك كبد وقوانص الاتنين، هنحط القوانص الاول تتشوح مع الزيت قبل الكبدة، لان القوانص بتاخد سوى زيادة اكتر، لكن انا هنا عندي الكبد بس، فحطيت الكبد على طول، مش هتاخد وقت معايا خالص لحد لما يتغير لونها بالشكل ده. الاكله دي جميله قوي وهتعجبكم. انا اول مره كنت اعملها بس حبيتها خالص، وبدات اعملها بعد كده. بعد كده زي ما انتم شايفين بدات الكبده تستوي، هنحط بقى الفلفل والثوم بتاعنا المبشور طبعا، وبعد كده هنحط الملح والفلفل والكزبره والكمون والشطه، هنحط البهارات بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبعد كده هنحط الطماطم ونقلب بقى كويس. مش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي في المطبخ، جميلة والولاد هيحبوها جدا، وانتوا كمان هتحبوا قوي الاكلة دي. انا كنت بسمع عنها بس ما كنتش بعملها خالص، كنت بعمل الكبد عادي بشوحها زي الطريقة العادية التقليدية اللي انتوا عارفينها بالبصل كده وبناكلها. بعد كده هنحط معلقة صلصة، معلقة كبيرة ما يعادل معلقة كبيرة صلصة برضو. لو انتي مش عايزة تعملي تحطي صلصة او الطماطم، وعايزة الطاجن يبقى لونه فاتح ابيض، براحتك، بس انا حبيتها بالطماطم والصلصة علشان يبقى شكلها حلو ولونها احمر وجميل، وتبقى برضو لذيذة وطعمة معاكي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. نسيبها لحد ايه شوية كده على النار، وبعد كده هنضيف لسان العصفور بتاعنا. وخلي بالك وانتي بتحمري لسان العصفور ما يغمقش معاكي، احنا عايزين لسان العصفور يبقى لونه ذهبي فاتح. لو لونه غامق وغمق اكتر من كده في الزيت مش هيشرب الميه ومش هيستوي، هتحسي ان وانتي بتاكليه بيمضغ معاكي كده وبيقرقش معاكي، لكن لو لونه فاتح هيبقى حلو وجميل. بعد كده هنحط الميه بتاعتنا، وطبعا المية بتاعتنا دي بتبقى حسب مقدارك انتي، يعني انتي بتبقي بتحطي حبة المية وتقلبي وتشوفي يا دوب هتغطيها كده وخلاص. بعد كده هندوق بقى الشوربة معانا قبل ما نحطه في الفرن علشان نشوف هل محتاج ملح او لا. انا شايفة ان انا كده حطيت كمية المناسبة ومش محتاجة ملح او اي حاجة، وشايفين لون الشوربة بقى عاملة ازاي وجميل. هنسيبها بس تغلي غلوة كده بس على النار مع بعض اهي بالشكل ده. طبعا دي بتبقى زيادة من عندي، انا بسيبها تغلي غلوة بس على النار وبعد كده بحطها في الفرن. ليه؟ علشان يسرع معايا سوى لسان العصفور اللي هيتحط في الفرن. تمام، ونقلبه بالشكل ده. طبعا لسان العصفور كده كده مش بياخد حاجة، والطبق ده ينفع جدا للعزومات ويبقى طبق جانبي ولذيذ. بعد كده هنجهزنا الطواجن بتاعتنا، وقسمنا لسان العصفور على طبقين زي ما انتوا شايفين شكلهم حلو ازاي، والفلفل شكله جميل على وش الطاجن. طبعا شايفين مقدار الماء اللي انا عاملاها اهي، يعني لو احنا جينا نقلب لسان العصفور مع الكبد هتبصوا تلاقوا ان انا مش حاطه ميه كتير، لا يا دوب بس تغطي لسان العصفور وتغطي الطاجن بتاعنا بالشكل ده، لذيذ قوي وهتحبوه جدا. والفلفل برضو ده حسب الرغبة، فلفل الشطة الحار اللي انا حطاه حسب الرغبة. هنحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 180 او 200، وبعد كده نطلعه على طول ما يعادل 1/3 ساعة بالظبط. وكده بالشكل ده احنا طلعنا طاجن لسان العصفور من الفرن، شايفين شرب ازاي الشوربة بتاعته وشكله حلو جدا. عملت جنب السلطة، وكنت عاملة صينية رقاق، وكنت محتارة جنب صينية الرقاق طبعا اعمل جنبها ايه، عشان كده عملت طاجن لسان العصفور بالكبد. تعالوا ندوق كده حتة منها.
شايفين من بره خدت وش اللون ذهبي، ومن جوه زي ما انتوا شايفين لونه فاتح برضو حلو، علشان انا ما غمقتوش في الزيت زي ما قلت لكم، عشان كده شرب الشوربه بتاعته واستوى جميل وما ياخدش منك سوا خالص. طعمه جميل فعلا وجديد. احترت اعمل جنب الرقاق مكرونه او اعمل لهم رز بالكبد والقوانص او اعمل لهم ايه، فقلت نعمل حاجه جديده المره دي، وقلت اشارككم معايا في الطريقه، وقلت نعمل لسان العصفور بالكبد، ولو عندك قوانص كمان هتبقى ألذ وألذ. وطبعا طريقه الرقاق انا عملت لكم قبل كده فيديو بطريقه عمل الرقاق في البيت من الالف للياء. اكله سهله وجميله وتنفع طبعا العزومات. طبق جانبي طبعا مش طبق رئيسي لطبق لسان العصفور بالكبد. وطبعا الرقاق عملت لكم قبل كده العجينه بتاعته في البيت، وانا طبعا بحب الرقاق جدا، والسمنه البلدي كمان انا عاملاه، وبحب قوي الحته المقرمشه اللي بتحط على الوش دي. لو اول مره تشوفوني اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل له كل جديد. بالف هنا وشفا، مع السلامه، باي باي.